كام نشتغل. طيب كنا بنتكلم على ال يبقى هنا كنا بنكمل في ال perfect square. يبقى انا هقول ايه؟ هقول اكس ماينس 2 اول باور 2 ايكوال 0. تمام. طب اي حاجة باور 2 بزيرو معناها ايه؟ معناها الحاجة اللي جوه البراكت هي اللي بزيرو، يعني اكس ماينس 2 ايكوال 0. يعني من هنا الاكس بكام؟ ب 2. نرجع لمسألتنا، نحط ايه؟ 2 ونقفل البراكت. يبقى هو ده الدومين. يبقى ال 2 لو انا عوضت بيها هي دي اللي هتخلي لي الفراكشن مينينجلس، لان الدنيميتور هيبقى بزيرو. تعال نجرب كده، 2 باور 2 4. تمام. وده كده بقى 4، نيجاتيف 4 باي 2 بنيجاتيف 8، وهنا هيبقى بوزيتيف 4. 4 و 4 8 ونيجاتيف 8 هيبقى بزيرو. يبقى هي دي فعلا اللي هتخلي لي الدنيا مش نافعه خالص او مات ايرور. لا طبعا ممكن تعملها بالكالكوليتر، هيطلع لك برضو نمبر واحد. يعني انا برضو بعمل لك، بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا بعمل لك الاساس تمام، وانت بقى تشتغل بالكالكوليتر بقى، تتشقلب تعمل اللي انت عايزه، المهم توصلني لنفس النتيجه المظبوطه اللي انا بشتغل فيها. تمام كده اسلام. تمام، وكويس قوي ان انت شاركت اهو، لان اديك اهو في طالب بيقول لي لا ده انا ممكن اشتغل بالكالكوليتر برضو. يلا يا عم اشتغل بالكالكوليتر وشوف هتطلع النتيجه ازاي. طيب اللي بعده بقى هنا، ركز معايا في الاكزامبل ده. عندي اكس اوفر اكس باور 2 بلس 25 ار. بس ليه؟ لان اي نمبر هتعوض بيه عن الاكس هيبقى باور 2 هيبقى بوزيتيف وهينفع. لو الاكس دي كانت نيجاتيف الباور 2 هيخليها بوزيتيف، بلس 25 يبقى بوزيتيف، يبقى الدنيا تمام. وبالتالي هنا هقول الدومين از ايه؟ از ار. طيب تمام. طيب تعالى بعد كده بقى ندخل على حاجه ثانيه. طيب تالت نوع، احنا عندنا اربع انواع زي ما اتفقنا. اشتغلنا كلهم الفانكشن واديتك انواعه، قلت لك الدومين عباره عن ايه؟ عباره عن بيبقى ريال نمبر ما عدا unless if it's defined by subset of it، يعني ممكن تبقى معرفه على interval. تمام. بعد كده خدنا الريشنال نمبر وعرفناها، وقلنا لازم الدومين يبقى عباره عن r difference ال ايه؟ ال set of zeros of denominator. تالت بقى نوع، ده كله انا شغاله على فكره مش في الجراف، انا شغاله ايه؟ فروم ذا رول، ازاي احسب الدومين من خلال الرول. طيب الفانكشن اللي بعدها اسمها ايه؟ ذا انث روت. ذا انث روت معناها انه عباره عن روت فانكشن، دي صورتها عباره عن ايه؟ روت فانكشن، يعني فانكشن بس في صوره ايه؟ في صوره روت. طيب الان هنا بقى حكايتها ايه؟ الان هنا يا ولاد دي عباره عن الديجري اوف روت، يعني الروت ده ممكن يبقى فيرست ديجري، لا هو ممكن اقل حاجه يبقى سكوير روت زي ما احنا خدنا في جريب 2. سكوير روت انا بكتب الروت كده بس ما بحطش ال2 دي خالص، ودي اقل حاجه عندي، اقل ديجري عندي بيبقى سكند. يعني لان هنا لازم تبقى مور ذان 1، ولازم تاخد اقل حاجه ايه؟ 2 ما بتتكتبش، لكن بعد كده لازم يتكتب. يعني ممكن اقول ثيرد روت، فورث روت، فيفث روت، وهكذا. وكمان الان دي لازم تبقى بوزيتيف، يعني ما ينفعش تبقى نيجاتيف، ما ينفعش تبقى زيرو كمان. فانت عندك النيجاتيف هنستبعده والزيرو هنستبعده وكمان المون، ونبتدي من اول التو. ده بالنسبه لمين؟ الديجري اوف روت. طب بالنسبه بقى للفانكشن اللي هي تحت الروت دي، لازم تبقى بولينوميال فانكشن. يبقى كل لما نشتغل في حاجه احنا محتاجين للبولينوميال بشكل اساسي. طيب الان بقى هنا دي ليها حالتين، عندي تو كيسز ليها. يا اما تبقى اود، يعني ايه اود؟ يعني طبعا مش هاخد ال1، يبقى ابتدي ب 3 5 7 9 وهكذا. تمام. يا اما تبقى ايفن، يعني ايه ايفن؟ محدش يقول لي زيرو، طبعا مش هاخد الزيرو، هقول 2، يعني ما بتتكتبش 4 6 8 وهكذا. ايه اللي بيحصل لو كان الان دوت اود؟ لو كان اود فبيقول لك الدومين از ار، يعني اي حاجه تنفع. يعني لو عندك مثلا ايه اف اوف اكس ايكوال كيوب روت اوف مثلا اكس، ببساطه كده الاكس دي ايه هي الارقام اللي ممكن اعوض بيها ولا الناتج ينفع؟ يعني لو عوضت عن مثلا اكس باي نمبر بوزيتيف تنفع؟ ليه بي كيوب روت؟ لو عوضت عن الاكس بزيرو بي كيوب روت؟ لو عوضت عن الاكس بنيجاتيف بي كيوب روت؟ يبقى اي نمبر بوزيتيف نيجاتيف زيرو بي كيوب روت، وبالتالي الدومين هنا هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ار. طيب نكمل.
ونجيب القلم تاني، وشغلانة ما يعلم بيها الا ربنا. المدرسة كانت احسن يا ولاد. طيب نيجي بعد كده. بقول لكم ممتد دي عادي جدا، مفيش مشكلة عادي، انا مخليني على طبيعتي احسن. ما تقلقيش من الحتة ديت، واي حد ابسنت ان شاء الله هننزله الحصة، علشان كمان انا مش هعيد المنهج تاني، مش هعيد اللي انا بقوله، الحاجة اللي انا بقولها وبشتغلها خلاص كده تمام. واهم حاجة الحضور، مهم جدا جدا حضورك، مش عشان غيابه، مش عشان اي حاجة، علشان خاطر انت تبقى لو في سؤال بتسأله لي، بتتابع الحصة كأنك في الكلاس، بيبقى فيه اهتمام تمام كده. هكمل بقى عشان البند كام. المهم سكن، وعشان كمان البرنامج المفروض هيقفل على 50 minutes، يعني 2 and 50 minutes. دلوقتي كام؟ لسه ان شاء الله. طب نكمل بقى ان شاء الله، وممكن نعمل ميتنج تاني يا ولاد، ممكن نعمل ميتنج تاني النهارده، لان لازم الليسون يخلص. احنا عندنا حوالي في المنهج 20 lessons، 20 درس، كل درس ما شاء الله مليان، فنحاول كده ايه نخلص. المهم بقول ايه، الاي اوف اكس ايكوال ايه يا ولاد؟ لو كان ايه، لو كان ايفن مثلا، اقول سكوير روت مثلا، اهو ابسط حاجه انت درستها. طيب فبيقول لك الدومين هنا، مش هقول بقى ريال، لا ده از ذا سيت اوف اول فاليوز اوف اكس، يعني عباره عن السيت اللي فيها كل القيم بتاعه الاكس، ويتش ساتسفاي ذا ايه، ذا انيكواليتي. خلي بالك ايه الانيكواليتي دي، بيقول لك هتجيب لي اللي تحت الروت، اللي هو الفانكشن دي لازم تشوف، تطلع لي الاكس اللي بتحقق انها تبقى مور ذان اور ايكوال زيرو. طب ليه؟ قال لك لان السكوير روت بقى ما بيقبلش اي حاجه، ممكن يقبل الزيرو، ممكن يقبل النمبر لو بوزيتيف، لكن ما يقبلش النيجاتيف. عشان كده حطيت الحالتين، انا بطلع على حسب المساله، على حسب انت عندك ايه، عندك فيرست ديجري، سكند ديجري. والسكند ديجري خدنا ليها درس السنه اللي فاتت اسمه سولفنج انيكواليتي اوف فيرست ديجري ان وان فاريبل، وهو داخل هنا، وانا هرجعه لك ان شاء الله تمام. طيب تعالى دلوقتي ناخد البيج الثانيه. البيج دي يا اولاد، اوكي جيب البن، بيقول لنا ستي ذا دومين اوف ايتش اوف ريال فانكشن. بص بقى، انا اديت صفحه قبل كده كان كلها فراكشنال فانكشن، النهارده انا بدي لك بقى البي جي دي كلها روت بانواع مختلفه، وتحت الروت في برضو مره هيدي لك لينير، هنشوف بقى كده هنعمل ايه. طيب هنا بقول ايه، بقول الدومين ايكوال، بس مش هقول ار ديفرنس. امال هعمل ايه؟ هاخد الاكسبريشن اندر ذا روت اكس بلس 2، واقول ايه مور ذان اور ايكوال زيرو، لان انا قدام ايه نوع الروت اللي عندي سكوير، فالسكوير ما بيقبلش النيجاتيف، يبقى انا بحط الاحتمالين يا بوزيتيف يا زيرو، وادي 2 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف اهي، يبقى الاكس مور ذان اور ايكوال نيجاتيف 2 تمام. لما تلاقي الاكس مور ذان، يبقى معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان انت، انا عايز الحاجات اللي اكبر من نيجاتيف 2، يعني نيجاتيف 1 و 0 و 1 و 2 وايه واي حاجه ثانيه، انت ماشي كده الى ما شاء الله، يبقى انت معاك بوزيتيف انفينيتي. انا هنا هكتب برافو عليك، من اقل حاجة، اسمع بقى الكلمة دي عشان هتلاقيني مكررها كتير، من اقل حاجة لأكبر حاجة، يبقى من نيجاتيف 2 لحد البوزيتيف انفينيتي. وما تنساش اي حاجة انفينيتي اوبن انترفل البراكت اوبن. طب بالنيجاتيف 2 احط كلوز ولا اوبن؟ طبعا احط كلوز، لان هي هنا اور ايكوال. اللي بعده، اللي بعده مديني الاكس باور 2، يعني روت اكس باور 2 بلس 5. اول ما تلاقي الاكس باور 2 بلس تقول ار على طول وانت مغمض. طب ليه؟ لان اي حاجه تعوض بيها عن الاكس هيبقى ليها الروت ناتج. ليه؟ لان الاكس لو كان بوزيتيف، طب ما هو باور 2 بوزيتيف، طب ما هو بلس 5 بوزيتيف، يبقى ليه ناتج. طب لو الاكس بزيرو خلاص اتشال، خلاص يبقى روت ال5 ليه ناتج. طب لو الاكس بنيجاتيف، طب ما هو الباور 2 هيشيل النيجاتيف زي ما احنا عارفين، وبالتالي هيبقى بوزيتيف، بلس 5 هيبقى بوزيتيف، يبقى ليه ريزلت، وبالتالي الدومين هنا هيبقى عباره عن ار تمام كده. ندخل بعد كده على ايه، نروح للبند كام احسن انا ايه. خلاص قرب لي، فاضل ثواني حوالي 15 ثانيه. طيب نمبر 3 بيقول لي ايه، بيقول لي ايه اوف اكس ايكوال سكوير روت اوف نيجاتيف 2 اكس بلس 3. اعمل ايه بقى في الحاله دي؟